بدل ما انت تتعب نفسك وتروح كل يوم تطب نفسك تاكل، احنا هنعمل قرعه واللي هيطلع فيها انا هجيبهولك واجي تاكل. انا موافق طبعا، ده حل جميل خالص. ماشي، بس لو اتاخرت انا هاجي واكلكوا كلكوا. ولان النمر ما كانش كويس دخلت عليه الخطه وصدق الارنوب وفضل قاعد مستني طول اليوم عشان الاكل يجيله. الاكل لما ما جاش مشي في الغابه يروح رايح لارنوب عشان يساله فين الاكل. ايه ده يا ارنوب، انت اتاخرت ليه؟ مش انت قلتلي ان انتوا هتعملوا قرعه وتيجوا تجيبوا لي الاكل؟ هو فين الزرافه؟ طلعت.